اسمحوا لي في بداية هذا الحوار باسم طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي وباسم كل القائمين على إدارة العمل وفريق العمل وزملائنا في قناة الأهلي أن نتوجه بخالص العزاء لأسر شهداء وضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محيط معهد الأورام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا الشهداء والضحايا برحمته الواسعة، ونتمنى أيضا لأسرهم الصبر والسلوان وسرعة الشفاء وتمام الشفاء بإذن الله للمصابين. خلوني أبدأ مع حضراتكم في هذه الحلقة هذا الحوار. بنسعد اليوم باستضافة واحد من الكوادر المتميزة بإجماع الآراء وبشهادة الجميع من فريق العمل الرائع في مجلس إدارة النادي الأهلي وقائمة الكابتن محمود الخطيب، والتي اكتسحت الانتخابات السابقة بأعداد غير مسبوقة وفي حالة من الارتياح وفي أوساط النادي الأهلي على مستوى كافة المقار والأفرع لجدوى العمل وسياسات العمل والجهد الكبير المبذول. من هذه الكوادر المتميزة معنا النهاردة في الأهلي الليلة وعبر شاشة قناة الأهلي الأستاذ طارق أنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير يا أستاذ طارق، وأهلا بحضرتك. مساء النور أستاذ محمد، وتحياتي لجميع المشاهدين وجماهير النادي الأهلي وأعضائه. وطبعا بنتهز الفرصة أن تعازينا للضحايا للحادث المؤسف اللي حصل، وتمنياتنا بسرعة الشفاء للمصابين كلهم، ودايما إن شاء الله مصر عظيمة ولن ينال أي حادث منها، وتعازينا لكل الشعب المصري.